السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم How to rotate a raster. إذا عندك أنت فد أي طبقة تمثل تحليل شبكي أو تمثل التحليل الخطي، يعني بصيغة الراستر مو بصيغة الشيب فايل، فتقدر أنت إذا كنت تحتاج نزلتها من أي موقع معين وكانت الزاوية مالتها، يعني أنت محتاج تدورها بزاوية معينة. يعني هسه إذا قصيتها على الشيب فايل راح يكون شكل منطقة الدراسة مثل الشكل الطولي، يعني بشكل عمودي. أنا داريتها مثلا ما إلا بزاوية معينة، فشلون أتحكم بهاي الروتيت مالتها؟ ما تقدر تاخذ منها من الإديتر والإديتر مثلا ستوب إديت أو كذا وتشتغل من هذا الروتيت، لا راح تكون صعبة. هذا الإديت ما يفيدك، هذا الروتيت اللي من إديتر مجرد ما تضغط ستارت إديتنج تتفعل لك شريط القوائم مال الإديتر وتروح على روتيت، هذا اللي هو سهم مدور، هذا تقريبا ما يفيدك. يعني مو لهنا الروتيت انه يدور لك راستر كامل. وطبعا هذا بالمناسبة هواي يواجه الباحثين من يستقطعون في منطقة معينة من منطقة الدراسة، مثلا استعمال الأراضي أو مثلا شبكة نقل أو غيرها، فيحتاج انه يسوون روتيت. فشلون اقدر اسوي روتيت اني لهذه المابس؟ اول شيء اروح على التول بوكس، بعد التول بوكس تروح على خيار اسمه الداتا مانجمنت تول، موجود هنا هذا الداتا مانجمنت تول، تقدر تختاره تضغط من الجانب عليه، بعدين تروح على بعد الداتا مانجمنت تول تروح على راستر، هذا العفو منها، تروح على البروجكشن اند ترانسفورميشن. بعد ما تروح على البروجكشن اند ترانسفورميشن راح يطلع لك بعدة خيارات، تريد تعرف البروجكشن، تريد بروجكت تسوي انت اصلا، او تغير الكوردينيت الخاصة بالراستر، هواي خيارات بيه. لا انا بدي اشتغل ضمن الراستر نفسه، فاضغط عليه راح يطلع عدة خيارات بالراستر، هذا الخيار هو اللي يفيدك اللي هو الروتيت التدوير، راح تدور الراستر، تضغط كليكين عليه ويقول لك اختار الراستر اللي عندك اللي انت تشتغل عليها، تختار اللي هي تنطهيا مباشرة، وان انت مخزنها تقدر تنطهيا. وبعدين تطي الاوتبوت وين مكان التخزين تريد تخليها، بعدين تطي زاوية التدوير، زاوية التدوير هاي الاندل اللي انت راح تدور بيها، بعد ذلك تقول له اوكي راح يدور لك اياها. هسه راح نطبق امامكم شلون راح ندور. فهسه ننتبه انه هذا عندي هنا انترسكت كم يعني مخطط شبكي، لازم احوله الى راستر. فشلون الطريقة اللي احول بيها هذا الشبكي الى راستر؟ نفس التول بور بوكس، اختار هذا الخيار، اروح على الكونزرفيشن تولز، هنا انا تو راستر، احوله الى راستر. هو شنو اصلا هذا؟ يعتبر بوليجون، فاكتب بوليجون الى راستر، فيقول لي هسه دخل البوليجون اللي انت تريده، هو نفس الانترسكت، تقدر تسوي له سيلكت منها تختاره وتحدده هنا، راح يتحدد إلك، صار لك هنا منطقة الدراسة، تحدد إلك بأول خيار اللي هو Input Features حتى تحول هنا. إذا كانت عندك هي أصلا راستر تم حولها مسبقا كلش تمام. شو تريد تحافظ أثناء التحويل على يا مثلا نوع؟ تحافظ مثلا على التايب، لأن الشيء ياري تحافظه هو الرئيسي بريس كود، الاوتبوت مالته هذا اللي يقول لك انا راح اسيف لك اياه بالدوكيومنتيشن، انت تخزنه بالمكان اللي تريده واللي انت مثبته الخاص ب مثلا هاي الماب. بعد ذلك انه دا ينطيك الخيارات للقطع، هاي هذا نلاحظ انه هنا راح يحول العفو مجرد تحويل الى راستر، تقول له اوكي. هسه راح يحول البوليجون لك المن الى راستر. بعد ما يكتمل عمليه التحويل ظهر لك هنا هاي، اذا هسه نطفيها حتى تلاحظون، نغلقها انه نكتب، لاحظون هسه هذا راستر،
هذا هنا لأ، هذا شيب فايل يتعامل خطي. هسه هذا الراستر أقدر أتلاعب بي، أسوي له روتيت، أروح لنفس التول بار بوكس الكونزرفيشن خلصنا من عندها، أروح للداتا مانجمنت تول، بعد الداتا مانجمنت تول أختار بروجكشن أند ترانسفورميشن، بعدها راح تطلع لي عدة خيارات بها، أروح على الراستر، أضغط على الراستر تطلع لي بها خيارات، أروح على روتيت أدور تدوير. هسه هنا يقول لي اختار الراستر اللي عندك، هو تلقائيا راح يختار الراستر الموجوده هنا، او اذا انت يعني ما مستدعيها هنا محولها مسبقا، فتقدر تروح منها تضغط سو بروس، تضغط على المكان الموجوده بي الموجوده بي الراستر اللي انت تريد تدورها، مكان الخزن ده يقول لك وين. بعد ذلك اختار زاويه التدوير، ايش قد تريدها زاويه التدوير 90 غيرها، تدور وتقدر انه تلاحظ ايش قد انت تحتاج التدوير. هسه مثلا خلينا نقول ندور 60 حسب انت ايش قد تريد تدورها. بعد ذلك هسه راح يدور لك اياها، يسوي لك روتيت الها. هسه نغلق، لاحظ هذا التدوير هسه ايش قد انطاها منه هو دا يدور. اذا لاحظ خلينا نجي حتى نتعلم زاوية التدوير، لحظة هذا غلطة، منين دا يدور؟ يدور من الاسفل، هاي يعني يعتبرها نقطة التدوير، هاي يعتبرها نقطة التدوير. فمن تنطي 60 ياخذ هذا التدوير يصير لهنا. فمثلا ايش قد تنطي انت، ايش قد تحتاج اذا ردت لا بالعكس الدورة، تنطي الزاوية بالعكس. لاحظ هسه هنا تدورت هاي النقطة صار لك هنا، فلو انت محتاج الدورة لا بالعكس فتطي سالب الزاوية لكن بالسالب، او تطي اكثر من 180، شوف ايش قد انت تحتاج التدوير مالتك، او تبقى مثلا تجرب الى ان تحصل على الميلان اللي انت تريده، شلون تريد شكل الطبقة مالتك بيا اتجاه، تقدر تسوي لها روتيت. هسه راح نلاحظ انه راح ننطبع الزاوية، فحتى نستمر بهاي الطريقة نقدر ننطي روتيت. بالمناسبة هذا هسه رجعت فريته بالشكل السالب، نطيته سالب 60، هذا لا 60، هذا هو الأصلي. إلى أن تحصل أنت تقدر تجرب أكثر من روتيت إلى أن تحصل الوضعية. أنا هسه أعتبر هاي الوضعية مو السالب هي الوضعية المناسبة اللي راح تبين بها الخريطة بشكل مال، أو هاي الوضعية تكون مناسبة لك، يا وضعية للروتيت تكون مناسبة تقدر تختارها، وذنيش البقية تقدر تقول لهم منا تختار تقول رموف، وتشتغل مثلا على اللي أنت تريد تبقيها. شنو تريد تبقيها أنت؟ تقدر انت تشتغل عليها، يعني اذا كانت مثلا هاي انت ما تحتاجها بعد فرأسا تقول لها ريموف، او كانت هاي اللي ما نحتاجها بعد رأسا تقول لها ريموف، تلقائيا راح تقول لهم ريموف انت فقط اللي راح تشتغل عليها تبقيها وتسيبها وتحفظها. فهذا هو فائدة الروتيت، وذولاك اكيد تقدر تحذفهم، فتقدر تسوي انت روتيت لأي راستر بهذه الطريقة. أتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم واضحة، نلتقيكم بمحاضرات قادمة، دمتم بأمان الله وحفظه.